السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول النهاردة التوقعات العاطفية لمواليد برج الحمل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا برج الحمل. هنشوف الأول الطاقة العامة. ما شاء الله برج الحمل، شايفة طاقتك في الشهر ده كلها حيوية ونشاط، شايفاك متفائل، شايفة ان ده كمان هيكون منعكس عليك خارجيا، يعني شايفاك هتكون مهتم بتفاصيل المظهر، وده هيلفت انتباه كل اللي هيقابلك، يعني كل اللي حواليك وكل اللي هيقابلك، وده هيزود من ثقتك بنفسك، وبالتالي هتكون منفتح اجتماعيا اكتر. شايف كمان عندك برج الحمل تحسن مادي ملحوظ، تحسن مادي واضح، مش حاجة قوية يعني حاجة واو فلوس واو، بس انت الفترة اللي فاتت كانت متأزمة معاك كتير في نواحي كتير مادية. لا، الفترة دي ان شاء الله ان شاء الله في تحسن مادي عن الفترة اللي فاتت ملحوظ، يعني تحسن مادي واضح. البعض منكم هيكون عنده سفر، بس بعضكم السفر ده مش للشغل، بعضكم ممكن يكون زيارة للأهل أو سفر ترفيهي. شايفاك يا برج الحمل عامل مع طاقة مائية. أنا شايفة هنا قدامي طاقات كتير، تقريبا كل الطاقات موجودة، طاقة مائية. العلاقة فيها توتر، ممكن كمان نقول انها فيها استغلال، سواء ممكن الاتنين. برج الحمل مش مرتاح في العلاقة دي، يعني انا شايفاك مش مرتاح وحاسس فيها بشوية غموض، انت مش فاهم الطرف التاني دماغه ايه، بيفكر ازاي، بس ممكن اثناء القراءة اقولك الطرف التاني دماغه ايه بيفكر ازاي. التوتر والمشاكل يا برج الحمل انا شايفاها مع كل الطاقات، الطاقة النارية والطاقة الهوائية ظاهرة جدا بوضوح في القراءة. برغم التفاؤل اللي انا شفته في اول القراءة، بس برضو شايفة بعضكم مهموم قوي، يعني حاسس بظلم وحزن. شوف هي هنا ظاهرة لك ازاي، هو ظاهرة ان ده في تفكيرك انت، في تفكيرك انت، مش معناها انك مش بتمر بمشاكل او عندك او في حاجة مضايقاك انت بتمر بيها بالفعل، لا هو في حاجات فعلا بتضايقك انت بتمر بيها، بس الطاقة اللي عندك دي او الحزن اللي عندك ده المشكلة فيه عندك انت، يعني في امور كتير يا برج الحمل انت بتفسرها غلط، كلامك عن نفسك كمان بيأثر على حياتك بشكل سلبي، يعني لو بتفضل تتكلم عن نفسك بشكل سلبي زي مثلا انا حظي قليل، انا هفضل كده، الحاجات اللي هي زي دي بتخلي طاقتك دايما منخفضة. ومهما اقول لك بقى، يعني مهما اقول لك سواء انا بتسمعني انا او بتسمع حد غيري، انه لو قلت لك انه في تحسن، ان اللي جاي احسن، ان في اي حاجة كويسة جاية في حياتك، لو بالتفكير ده انت هتخلي الامور تقف. انا عايزاك مش تصدق كلامي، يعني مش تقول ان انا اللي كلامي صح او ان في حاجة هتحصل لك فعلا، انا عايزة ظنك بربنا يكون جميل او ظنك في الله يكون خير. نلغي الافكار دي من حياتنا وكل الامور هتتحسن باذن الله. انت عندك تحسن قراءتك لحد دلوقتي، القراءة يعني ممكن نقول عليها جيدة، برغم اني شايفة حالات انفصال كتير. بعضكو مش كلكو هو اللي مصر على يعني يقطع العلاقة، مش عايز رجوع تاني. المشاكل اللي حصلت خلت تفكيرك اكتر حاجة مركز على نفسك، مش تفكير اناني، يعني انت ده تفكيرك مش تركز على نفسك ان انت تبقى اناني. لا هوضحهالك ازاي، انت حاسس انك محتاج تبقى مع نفسك اكتر، بالرغم ان انت جالك عرض رجوع،
يعني جالك بالفعل عرض رجوع من الطرف التاني وانت رفضت، او ممكن يجيلك في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي. كل تفكيرك يا برج الحمل انك تشتغل على نفسك. انا بتكلم على الناس اللي في الوضع ده اللي انا بتكلم عنه ده. تفكيرك كله انك بتشتغل على نفسك، بتركز على الجانب العملي اكتر. ممكن تكون عايز تسافر او عايز تغير مكان شغلك وتبعد، مش تبعد هروب، انا شايفاها طموح، يعني شايفة من لان تفكيرك بقى متركز اكتر على الناحية دي، فانا شايفة ان هو طموح زايد عندك في الفترة دي. وانا بقولك ان الفرصة مناسبة ومتاحة جدا لكل اللي انت بتفكر فيه، لاني شايفاك بالفعل شغال على ده، انت شغال على نفسك فعلا. لكن بعضكو في رجوع، فعلا في رجوع للطرف التاني. بس ثواني ثواني معايا. موضوع السفر، اللي عنده عرض سفر شايفة في بعضكو عنده حيرة بين حب وبين سفر. شايفاك تفكيرك بيقولك يعني انك لو سافرت هتضطر تبعد، بس انا شايفة ان القراءة بتقولك ان السفر هو الافضل ليك. هو مش هيحصل انفصال، لكن ممكن نقول ان العلاقة هتتطور للاحسن وتتغير كلها لصالحك. ممكن تتغير كل العلاقة لصالحك انت يا برج الحمل. نرجع تاني للمنفصلين. برج الحمل، انا فاكره اني كلمتك في قراءه، في قراءه ابريل عن اختياراتك الغلط. شايفه ان ده اذاك كتير في حياتك. انت بتعرف بعدها ان الاختيار غلط. ده كمان ظاهر عندي في القراءه هنا في شهر يونيو، ظاهر عندي برضو. للأسف انت لما بتعرف بيكون يعني بعد ما ده بيكون خد منك ومن أعصابك، انت بتخسر. اللي بيوجع كمان ان شايفة ان في بعضكم الحب ده من طرف واحد، اللي هو انت. في حب، في بعضكم عنده الحب ده من طرفك انت بس يا برج الحمل. شايفة في خداع، شايفة العلاقة العاطفية فيه خداع، فيه كذب. انت تعرضت له وانت سعدت فيه. يا رب يكون كلامي واضح، اكون عارفة اوصل اللي انا عايزة اقوله. الكذب والخداع اللي انت تعرضت له انت سعدت فيه يا برج الحمل، لانك كذبت احساسك اصلا. يعني كذب، انت جالك الاحساس كذا مرة وكذبته. برغم كده انا شايفة الحب حواليك، بس انت باصص في اتجاه غلط وبالتالي وضعك حزين. انت بتلاقي بعد ما بتبص للاتجاه الغلط انت بتلاقي تجاهل، بتلاقي ظلم، بتلاقي غش. زي ما قلت برج الحمل، انت لو غيرت الطريقة اللي بتختار بيها هتشوف الشخص المناسب واللي هو بالفعل موجود. كارت العدالة ظهر لك مرتين، وده اللي انت هتحصل عليه في الشهر ده ان شاء الله، سواء عاطفيا او ماديا. شايفة هيكون في رجوع للمنفصلين، بالذات المرتبطين بأبراج نارية وممكن ترابية. اقوى حاجة أبراج نارية، لأني شايفة الطرف التاني تفكيره من ناحيتك تحول تماما. انتوا كان بينكوا ضرب نار، ومن ناحيته هو اكتر، اللي هو الطرف التاني هو ناري زيك برضو. الطرف التاني ده اهملك كتير، كان لا يبالي بيك دايما، يعني بيفكر دايما بيفكر في اخطائك. يعني دايما معاملته معاك انت بتشوفها سيئة، لان هو تفكيره من ناحيتك سلبي. تفكيره من ناحيتك انت بتعمل كذا، انت بتتصرف كذا، انت بتفكر كذا. تفكيره من ناحيتك كله بالشكل ده، فبالتالي تصرفاته معاك ما كانتش حلوة ابدا.
بص، الطرف التاني انا شايفاه دلوقتي وكأنه بيحكم ضميره، يعني هو تفكيره اتبدل يعني اتبدل تماما، بيفكر في اخطائه هو. يعني العلاقة اثناء ما انتوا فيها مع بعض، هو دلوقتي بيفكر في اخطائه هو، او ممكن في الظلم اللي عرضك ليه. في رجوع ان شاء الله، بس هو لما يرجع مش هيقولك كده، يعني مش هيقولك الكلام بالشكل ده، لأني زي ما قلت انا شايفة طاقته نارية. حتى لو هو برج تاني فهو طاقته نارية، يعني مش هيحس، يعني مش هيقولك انا غلطان والحاجات دي، لا لا، بس هي ممكن التعويض منه يكون بأفعال اكتر منها كلام. يعني انت بقى تعمل ايه؟ انت برج الحمل تعمل ايه؟ انت لازم تتعامل مع الموقف بذكاء. يعني انا شايفاك هتكون مندفعة، هتكون متهور. لا، انت لازم تتعامل بذكاء بذكاء، يعني كأنك بتلاعب الشخص اللي قدامك. اتعامل بدماغك مش بخبث. ذكاء تفرق عن خبث. لان لو انت ما تعاملتش كده زي ما انا بقولك، وتعاملت بالشكل اللي انا شايفاه، لو اتعاملت بتهور وباندفاع، ممكن ترجع المشاكل تاني، المشاكل اللي كانت بينكم ممكن ترجع تاني. برج الحمل شهر يونيو، الشهر ده مهم جدا 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 في حياتك. في حاجات كتير جدا في ايدك، في ايدك انت انك تحول كل حاجة لصالحك، مش حد تاني، انت بس اللي تقدر تحول كل حاجة لصالحك. وده مش بس على المستوى العاطفي، انت محتاج تفكر، محتاج تخطط لكل حاجة عايز تعملها، او للشكل اللي انت عايزه لحياتك، لان بناء عليه صدقني هيكون فيه تحول كبير جدا جدا على مستويات كتير قوي، في يعني كذا جانب في حياتك هيكون فيه تحسن للاحسن للاحسن لباقي السنة بقى. يعني ده هياخدنا مش الشهر ده، الشهر ده هو اللي هيكون فاصل. نفس الكلام ينطبق على المتزوجين والغير مرتبطين. المتزوجين يا برج الحمل شايفة فيه توتر كبير في العلاقة، زي ما قلت الموضوع محتاج منك ذكاء وحكمة وتركيز، لأنك شوية بتبقى مش عارفة اقولها لك ازاي، مش عارفة اوصلها لك ازاي. يعني زي ما قلت، ممكن يكون ده، ممكن نسميها اندفاع، اندفاع بقى في تصرفات، في ردود افعال، حتى لو اندفاع ايجابي. انا ما بقولش اندفاع يعني ان انت جاية من العصبية مثلا على قدامك، لا، حتى لو اندفاع في مشاعرك، كل ده لازم يبقى عليه كنترول. برضه انا لسه هنا مع المتزوجين، شايفة منكم يعني ليه لازم يفكر التفكير ده. ممكن تكون بتتعرض لغدر او خداع، يعني عند البعض كمان احتمال دخول او وجود طرف ثالث في العلاقة. في الغالب اللي في الوضع ده انت عارف كده، يعني انا مش بقول حاجة انت مش عارفها، وده طبعا اكيد مش عند الكل، موضوع طرف تالت دي مش عند الكل، لكن اللي انا بكلمه في الحالة دي هو عارف كده. كمان الغير مرتبطين في حب مناسب برضو موجود حواليك، انت بس محتاج تشوفه موجود. موجود، انت شايفه؟ لا، انت مش شايفه، شايفه خالص، انك زي ما قلت برضو في البداية انت باصص في اتجاه تاني غلط. الاتجاه التاني غلط اللي انت باصص فيه ده هيخسرك كتير. الحد التاني اللي بيحبك ده هو بيحاول، يعني انا شايفة منه بيحاول ان هو يتكلم، في حاجة منعية، ممكن يكون تجاهلك، ممكن يكون مستني يتأكد. ده قرارك انت يا برج الحمل، بس انا شايفة في حد هيحاول يتدخل، في
في حد هيحاول يتدخل او يأثر عليك او يحسسك انك دايما غلط، نوع من انواع الانتقاد. يعني المطلوب منك انك تتجاهل اي نقد او اي تأثير، يعني اي تأثير خارجي تتجاهله خالص، اللي هو ممكن يأثر على قراراتك. قراراتك دي اللي هتيجي فين؟ هتيجي بعد تفكير. زي ما قلت شهر يونيو، من الواضح من القراءة كلها ان هو شهر مصيري، شهر فيه انتقال لحاجة تانية احسن في حياتك ان شاء الله. زي ما قلت برج الحمل القراءة كويسة، في نسبة رجوع ان شاء الله مع طاقات نارية ترابية، لكن مع الابراج الترابية في بس قدامي حاجة عايزة اقولها. شايفة في شوية تعنت من ناحية الطرف التاني اللي هو الترابي، برغم الحب، في حب بس انتوا مختلفين تماما. هو يعني هو شايف كل السلبية في طباعك، ده طبعا من وجهة نظره، سلبيات كتير جدا هو شايفها في طباعك من وجهة نظره هو، يعني بالطريقة اللي هو بيشوف بيها الحياة وبالطريقة اللي هو بيشوف بيها البني ادمين، مش شرط ان انت تكون كده فعلا. يعني شايفاه ممكن يكون بيشوفك منفتح في افكارك او اجرأ منه، او عايز تعمل حاجات هو ما يقدرش عليها، ما يقدرش عليها طبعا، بتكلم من ناحية الجرأة. يعني ممكن نقول عنه انه بيحب يفضل زي ما هو، وده مسبب تعب كتير في العلاقة ليك وليه. ده ممكن نقول برضو ان هو محتاج منك تفكير، محتاج منك تفكير. ليه؟ لان لما بنكون مع طرف مختلف، بالذات لو احنا متجوزين، يعني موضوع توافق الابراج ومش توافق الابراج، انا شايفة ان كل الابراج ممكن تتفق، بالاكتر لو احنا عرفنا البرج التاني بيفكر ازاي، وانا مستعد يكون عندي شوية تنازلات، مش تنازلات في حاجة ما ينفعش فيها تنازلات، لا تنازلات بروقي. يعني انا اقدر اعرف مثلا لو انا برج ناري واللي قدامي برج ترابي، فانا اعرف تفكير البرج الترابي ايه. والله ينفع نتفق وينفع تبقى هي دي الحياة، لان المشكلة انه احنا اللي بنخلق المشكلة، بنخلقها ليه؟ بس للاختلاف. يعني انا مختلف عن الطرف التاني وهو مختلف عني، فمن هنا بتيجي المشكلة. لكن ممكن تكون انت مفيش عندك اي حاجة وحشة وهو مفيش عنده اي حاجة وحشة، فانا هنا بتكلم على الموضوع من الناحية دي، انت والطرف التاني، بتكلم هنا عن البرج الترابي، انتوا مختلفين. عندك القدرة انك تفكر في شكل العلاقة، تعرف الطرف التاني بيفكر ازاي، تعرف تقرب وجهة نظرك بطريقتك. اوكي، ده لو عايز تكمل. القراءة انتهت، وشكرا للمتابعة. برج الحمل.